كل الشكر والتقدير ليك كابتننا كابتن ايمن شوقي، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. كالعاده تحدي جديد وجوله جديده من بطوله الدوري العام الاهلي وسموحه في الجوله التاسعه اليوم ان شاء الله في تمام السابعه مساء على استاد الاهلي بمدينه السلام. يا رب ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، لكن في البدايه كالعاده يعني بنقول لاكرم توفيق، ربنا يكون معاك، عهدناك كبطل اكرم. اصابه في توقيت صعب جدا لكن هو اختبار وابتلاء كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ايمان اكرم الكبير ويمكن صبره وقربه جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يتعدى هذه المرحله اللي يمكن يعني محزنه جدا على الجميع، يعني الحاله اللي فيها لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني، الجمهور، بنقابل كل الناس الحقيقه كابتن ايمن، الكل حزين بيسال على اكرم، لكن هو اختبار كبير جدا لاكرم وان شاء الله باذن الله زي ما بنقول عهدناك بطل يا اكرم، باذن الله ان شاء الله تعود من جديد بقوتك وعزيمتك وقلبك ورجولتك الكبيره جدا ان شاء الله تقادر النادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه ان شاء الله في خلال الموسم القادم ان شاء الله باذن الله. يمكن دي البدايه اللي كنا حابين بيها طبعا على اكرم توفيق، واحد من العناصر الرئيسيه والاساسيه، مش لعيب فقط لغير، لا امكانياته كبيره جدا وعزيمته كبيره جدا، بيدي اضافه للجميع، لكن ان شاء الله باذن الله الكل في واحد زي ما بنقول. اي لعيبه يكون متواجد في هذه المرحله المهمه جدا لفريق النادي الاهلي هيؤدي العليه وزياده زي ما بناكد وزي ما لغه كره القدم بتقول. عندنا عناصر مميزه جدا كمان، يمكن مستر مارسيل كولر بيقوم ببعض التدوير، بيحاول ان هو طبعا يوظف ويعمل تشكيلات كثيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله يستقر بشكل كبير جدا النادي الاهلي على التوليفه المميزه اليوم ان شاء الله النهارده في مواجهه سموحه، فريق عنيد جدا، يعني زي ما قلنا الكابتن طارق العشري عدد كبير جدا من مواجهات فريق النادي الاهلي، يمكن يصل 24 مباراه في مواجهه النادي الاهلي مع انديه مختلفه. يتميز طبعا بالتكتلات الدفاعيه بعيدا عن اي طبعا فريق بيقابل النادي الاهلي، هي مباراه كؤوس زي ما شفنا في كل المباريات وتحديدا المباراه الاخيره بتفوز في الدقيقه 96، لكن ده يعود للعيبه النادي الاهلي. يمكن الكل بيقول المباراه ويمكن الفرص، لكن انت عارف يا كابتن ايمن اللعيبه ما بيكونش فيه الباد لك بتاعه ما بيكونش موفق، بيقابله طبعا سوء توفيق كمان، يمكن المجموعه كلها النادي الاهلي بيلعب وحده، لكن زي ما احنا عارفينه بنشوف التكتلات الدفاعيه طبعا الامور اللي احنا بنشوفها في اي فريق بيقابل النادي الاهلي بتزود صعوبه المباراه. عشان كده النهارده مطلوب التركيز بشكل كبير جدا، الاصرار، العزيمه، نبدا البدايه المهمه جدا زي ما شفنا في المحل، بدايتنا كانت رائعه، تحرز هدف واثنين ويبقى عندك المزيد كمان من الاصرار ان انت تعمل سكور. كل مباراه ليها ظروفها، المباراه ان شاء الله النهارده تكون ظروفها ومناخها وكل حاجه تكون في مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله مع مستر مارسيل كولر، يختار التشكيله المميزه، المحاضره الفنيه اكد على كل الثغرات ونقاط القوه والضعف، الرغبه متجدده وموجوده، ويمكن ده امر مهم جدا عند فريق النادي الاهلي، لكن انت تجدد الرغبه ده امر محتاج اللعيبه الكبار يكون في تحفيز بشكل كبير، الجهاز الفني بيقوم بدوره من خلال التكتيك، من خلال التحليل، من خلال كل الامور دي، لكن في دور كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي في هذه المرحله، اللعيبه الكبار لابد يكون في احاديث مستمره، جدول الدوري من الاول للسادس يا كابتن ايمن لما تشوف خلاص كل مباراه بتطلع ثلاث اربع مراكز، فمحتاجين ان شاء الله الثلاثه بونت باذن الله النهارده، مباراه مهمه جدا كالعاده، متواجدين في فندق الاقامه، بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي، الامور الاعتاديه طبعا يا كابتن ايمن في فندق الاقامه، حاله الهدوء والاستقرار اللي بتساعد بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي على التركيز، ومنها ان شاء الله باذن الله على استاد الاهلي والسلام اللي باذن الله النهارده يستقبل مباراه اليوم تحت القياده الفنيه الخاصه طبعا بحكم هيكون كابتن احمد الغندور، مساعدين سمير جمال وصالح محمد وعمرو رمضان وعمرو الشناوي حكم فار ويساعده محمد صلاح. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله كالعاده كابتن ايمن، نكون من خلالك ننقل كل الاجواء الخاصه وكواليس مباراه اليوم النادي الاهلي وسموحه من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه.